الرب في رضا الوالد، في رضا الوالدين، في رواية رضا الوالدين. فما بصير واحد يقول أخي والله فاضي ما فاضي، لا ابني، أمك أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، قدمت إليها أمها وهي مشركة، ما كانت لسه أسلمت، فأسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام، أخت سيدنا عائشة هي، فاستفتت رسول الله، قالت له يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة ما أسلمي، أفأصل أمي؟ برها أحسن إلها. قال نعم صلي أمك ولو كانت مشركة، ما دام ما عم تأمرك تترك الدين خليكي معها، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما إذا ما نهوك بدك تبرهم تحسن إلهم ما تأثر أبدا. فهذا الولد مع الوالدين، أما الولد طلع الحج وهو عاق لوالديه، حجه مردود عليه، أنفق الأموال وأتعب البدن ورجع ولا أجر ولا ثواب، بل هو من أهل العقوق، لا تقبل طاعة العاق. ما في عمل في الحياة يضيع على الإنسان كل طاعاته مثل العقوق. ولذلك أو تاني واحد بر الوالدين، هذا حق شرعي بدك تأديه، حق الوالد. الله عز وجل ذكر لنا الحق في القرآن في سورة الإسراء، وقضى ربك، قضى معناته حكم، وحكم الله فرض، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الوالدين صغار أو كبار إحسانا. ثم بين عن الوالدين إذا بلغوا السن، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الأب أو الأب والأم، فلا تقل لهما أف. أف شو فيها؟ لو قال ابن عباس لو وجد الله كلمة أصغر من أف لقالها، نفخت ما دي فاضي، أف عندي رفقاتي بدي روح بدي، كلمة أف يقع فيها بالعقوق، ومن وقع في العقوق كان في أشقى الشقاء في الدنيا وفي الدار الآخرة. إياكم يا أخواني، إياكم والعقوق، والله لو يدري الإنسان ما في بالعقوق لما نام إلا تحت أقدام والديه، ولما أكل وشرب إلا بعد والديه. كان سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا لا يأكلان مع أمهما، لما بدها تقعد تأكل أربو كل لا ماما كلي أنتي، فلما بتشبعي لحنا بناكل اللي بيزيد عنك. ليش؟ قال خشيت ما نمد ايدنا على لقمة تكون عينك سبقت اليها فنكون عاقين بذلك. هذا مد ايده على لقمة سبقت عين امه اعاق، بينما هلا عم يطالع خلقها وعم يبهدلها وعم يسيء لها، ومنشان خاطر مرته شو عم يعمل؟ بكب امه مشان خاطر مرته، شان مرته ما بدها تقعد معه، الله ما بيضيع. فمن الشقاء ممكن مرته ينفجر فيها أنينة الغاز، ممكن هو يشقى، ما بيعرف الإنسان شو التقدير الإلهي. ولذلك أدي حق الوالدين. والحديث من فضل زوجته على والدته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا إذا فضل زوجته، مرتك لصارت هي
ست لبدور وامك، وامك صارت كركمه، حطها بالمستشفى، هي اللي ربته، هي اللي طعمته، هي اللي عطته لحم من لحمها وعظم من عظمها. لما كنت في بطن امك شو كان؟ شو كنت؟ ذره. عطتك من عظامها ومن لحمها ومن دمها حتى ربتك، وبعد ما ولدت تمت تعتني فيك حتى صرت رجل. هلا اجيت هي بدها تاخذك من امك، ما تتعرف على امك، ما تخليك تنفق على امك، إيه بلا هيك زوجة وخمسين زوجة مثل هي كب هون وخليك مع امك. ما معناتها بنظلم المرأة؟ لا، هي إلى حق وهي إلى حق، لكن لا تفضل حق الزوجة على حق الأم. وإن كنت رجال بتحبب مرتك بأمك، كون مرتك دائما تساعد أمك، تخدم أمك حتى تكسبوا الرضا من الطرفين، فهذا البر. فإذا أدى البر كان من الموفقين في الدنيا ومن الموفقين في الآخرة. هذا في الدنيا. وبعد الموت ما بيخلص حق الوالدين، في حياة وبعد، بعد ما ماتون بده يؤدي حق الوالد. الله يرضى عليك يا أبو زياد. أبو زياد من المستقيمين، رحمة الله على والده. حضرت أنا وفاة والده. الله الله عز وجل يتغمدوا برحمته. فهذا من حق، من حق الأب. فعليه الصلاة والسلام أتى إليه رجل وقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ بعد الموت خلصنا ولا ما خلصنا؟ لسه فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما. شو الصلاة؟ تترحم عليهم. اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لوالدتي، اللهم ارحمهما، والله علمك ذلك في القرآن. في الصلاة شو بتقول؟ ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. هيك في القرآن. يا سبحان الله، هذا الإسلام. قديش بدك تعرف حق الوالدين؟ واسمعوا مني كلمة إن شاء الله ما بتنسوها بحياتكم، كلمة بتنتفعوا فيها، هي قول رسول الله: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. مثل ما بتعمل مع والديك بولادك بيعملوا معك، وحدة بوحدة، دقة بدقة. بتسيء يساء إليك، تحسن يحسن إليك، واحدة بواحدة. أما بتقول ليش ولادي طلعوا هيك؟ أنه أنت هيك، أنت هيك. حكيت لكم القصة اللي حصلت، رجل تزوج، طلعت مرته ما هي من أهل التوفيق، أمه ميتة، ما صفيان غير أبوه، أبو اختيار. ومتى ما واحد كبير تكتر طلباته وبيضيق صدره، ما عاد يتحمل. إذا ولد صرخ ما عاد يتحمل، أنه 70-80 سنة أعصابه تلفت، فما عاد يتحمل طلباته. هاتوا خدوا هاتوا. فأمه مرته ما تحملت، قالت له: أنا ما تزوجك، ما تزوجت أبوك، أنا تزوجتك، بدك ياني، بدك ياني، ما عاد أقعد مع أبوك. قال له: وين بدي يروح بأبي؟ قالت له: ما بعرف، دبر حالك. ففكر شو بده يعمل. قال: والله بطالعه من البيت، ما باله أم، بدي أخذك سيران. صدق الأب، ركبه أخذه على أبو الشامات. تعرفوا أبو الشامات وين؟ هذا على طريق بغداد. فقال فيه على الصحراء، قال له: باب من هون السيرة؟ قال له: ايه. ومنزل نزله،
حطه ركب السيارة بده يمشي، قال له واقف يا ابني واقف، كلمة اسمع مني قبل ما تمشي. خير؟ قال له ابني ايمني من هون، حطني على هديك الصخرة. ليه؟ هون موتي وهديك موتي. قال له لا، انا جبت ابي حطيته على هديك الصخرة، جبت ابي هنيك حطيته، فحطني على الصخرة اللي حطيت ابي عليها، وإلك مثلها يا ولدي، إلك مثلها. يلي بيعرف قانون الله في الكون يا ابني، مثقال ذرة الله ما بيضيعها. فلا تظن انه مشيت. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الموفق يلي بيغسل وشه برجلين أمه وأبوه، الموفق يلي بيقبل رجلين والده ووالدته، هذا من أهل التوفيق، هذا اللي أولاده بيطلعوا هيك. ويلي بده أولاده يطلعوا أشقياء بيترك أمه وبيترك أبوه. قال لهم بإشي من هون؟ قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. شو العهد؟ قال لك يا ابني الله يرضى عليك، عينك على اخواتك، هذا عهد. يا ابني عينك مثلا على المزرعة، عينك على فلان، فمعناتها وصية وصاك فيه، فبدك تحمله على راسك، ما تضيع العهد. وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الأقارب اللي ما بنوصلوا إلا من طريق الأب، لو تروح توصلهم أنه هذا أبوك بيحب هؤلاء، روح زورهم. كل واحد بيزور، هذاك اليوم وقفني واحد بالسيارة على البسكليت، لا أنت شبار؟ نعم. قال لي الله يرحم والدك، الله يرحم والدك. الحمد لله الحمد لله، يعني ما انه ما بعرفه. في ناس من اللي كان الوالد يمشي معهم ما تركتهم، تميت في زيارته حتى الثانيات انتقلوا. فهذا من وصيلة الرحم التي لا توصل الا بهما. واكرام صديقهما، مين كان صديق الوالد؟ بدك انت تكون صديقه، بدك تبره، هذا حق الوالد بعد الموت. ففي الحياة اكرام، وان لا تدخل الاسى على قلبيهما. متى ما الام زعلت او الاب زعل، معناته الولد وقع بالعقوق. فدائما سارع الى ارضاء قلبيهما، والا الشقاء نسأل الله السلامة. فحق الوالدين، هذا كل واحد اللي حاعطيكم منها حديث، ما رح نطول حديث، ما انه كل واحد بده بحث. اثنين، بعد حق الوالدين حق الارحام. الارحام قرايبينك، اهلك، اولاد عمك، اولاد خالك، اولاد خالتك، هذول كلهم من الاقارب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل. صيروا بيحبوك كلهم، أهلك كلهم بيحبوك، والإنسان ما بيعرف شو بيصير معه بالحياة. فإذا صار معك حادث كل العيلة بتجي لعندك، بين إذا كان مالك عرفان هدول ولا هدول، ما لحدا لح يجي لعندك. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرات في المال. يلي بده الله يوسع عليه يوصل أرحامه، رزقه ضيق وصيد أرحامك. صلة الرحم بتوسع الأرزاق، بر الوالدين وصلة الرحم يوسع الأرزاق. من مثرات في المال، منسأة في الأثر. في الأثر يعني الله بيطول عمرك بطول عمر يلي بيوصل أرحامه.
الله يتقبل منا بقبول حسن. صلوا أرحامكم يا ابن يلي بده الله يطول عمره في طاعة الله، يصل الأرحام، يبر الوالدين ويصل الأرحام، فهذا كله من باب صلة الرحم، والله عز وجل يعطي هذا العطاء. فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. وهذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والآية والله عم يسيئوا إلنا نوصل الرحم. النبي قال عليه الصلاة والسلام: بل الأرحام ولو بالسلام. في واحد إذا راح لبيتهم بيستهزئوا فيه أو بيضحكوا عليه أو ما بدهم يفوت لعندهم، هلا في عندك تليفون: سلام عليكم، كيف صحتكم؟ حبينا نطمئن عليكم، سلام عليكم. بلوا الأرحام ولو بالسلام. أما لا تروح ولا تجي ولا تحاكيهم، هذا منهي عنه، قطعه الله. فهي الثاني لازم تنتبهوا. والله تعالى قال لنا في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم. إن توليتم يعني إذا صار معك وظيفة، مكانة، شهادة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم، صار يطرش عن سماع الحق ولا يبصر الحق. فأصمهم وأعمى أبصارهم. هاي الآية وين موجودة؟ بسورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلازم تنتبهوا لها. هاي صلة الرحم.